السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، مع صحيح البخاري، وكما قلنا شرف المرء يعرف بشرف التزامه، وشرف العلم يعرف بشرف المعلوم، وأشرف العلوم على الإطلاق هو ما كان ملازما لأسماء الله الحسنى وصفات العلى، يعني العلم عن الله جل في علاه، ثم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وحي وسنته وحي، كما أن القرآن وحي كما بينا قبل ذلك. طيب نبدأ. طارق جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب العلم، باب كتابة العلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله بن جعفر ثقة ثبت، قال العلماء سبق عصره، روى له جماعة. قال حدثنا وكان يعني تعلمون كان من أوثق الناس ومن أعلم الناس به العلل، لأنه علي بن المديني. قال حدثنا سفيان. سفيان وسفيان بن عيينة الثقة ثبت الأمين، مرارا قلنا بأن الشافعي قال عنه: لولا ابن عيينة ولولا مالك لضاع علم أهل الحجاز. هو ثقة ثبت يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، ولا يدلس إلا عن ثقة، روى له الجماعة. قال حدثنا عمرو. عمرو هنا لابد أن يكون معلوما، ما أحد يتكلم إلا ويرفع يده. عمرو هنا لابد أن يكون معلوما، مر علينا كثيرا. قلت لك أنت تخاطب نفسك فقط. هو عمرو بن دينار، وسفيان بن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار، هل تحفظونها؟ سفيان ابن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار. فإذا أطلق لابد أن تعرف هذه قاعدة المحدثين، إذا أطلق تعلم أنه عمرو بن دينار. نعم، روى له الجماعة ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. قال أخبرني وهب بن منبه. وهب بن منبه، وهذا حدث عن أخيه أيضا، وهب بن منبه الصنعاني ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. عن أخيه وهب أخوه همام بن منبه، وهو من ثقات الأتباع، روى له الجماعة. قال سمعت، هنا نزل البخاري جدا. نعم. قال سمعت أبا هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. نعم. قال سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. نعم، ختاما للباب. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان. يحيى بن سليمان من الثقات، روى له جماعة. قال حدثني ابن وهب. ابن وهب هنا هو عبد الله بن وهب. يحيى بن سليمان تكلم فيه بعض العلماء في ضبطه، وإن كان قد جاوز القنطرة برواية الإمام البخاري. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المالكي القاضي المحدث الفقيه ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. قلنا أخذوا عليه الرواية بالوجادة أو بالإجازة، وهذا ليس بما أخذ عليه، روى له الجماعة. قال أخبرني يونس. يونس من يونس هنا؟ يونس بن يزيد الأيلي، ومن الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قلنا يونس بن يزيد الأيلي احفظه، يعني أنت عارف لو تمرست كل هذا ستجد معك ينساب. يونس بن يزيد الأيلي مع ثقته هو يهم في حديث الزهري. وهنا سيرد علينا إشكال في الإسناد هنا الآن، لأنه عن من؟ عن الزهري. هنا يونس بن يزيد الأيلي مع ثقته، مع ضبطي وتم ضبطي، يهم في حديث الزهري، وهنا روايته عن الزهري، هذه قادحة في الحديث. قل ما دام قد روى البخاري ينتقي، فلا يروي له إلا ما ضبطه عن الزهري، لا يروي له إلا ما ضبطه عن الزهري. وكذلك يحيى بن سليمان لما يوافق الثقات يروي عنه الإمام البخاري انتقاء، مفهوم؟ نعم، انتقاء سند، هنا انتقاء روايات. نعم، والزهري أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. وشرفه هنا
مع الزهري بالذات حتى تكلمه في قرب من السلطان، كان الفضل له في قرب من السلطان هنا، لأنه نفع الله به الأمة الإسلامية بأسرها، وقد انتفعت الأمة الإسلامية بأن عمر بن العزيز أمره بأن يدون السنة. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله مر علينا كثيرا، من؟ ابن عتبة، صحيح. وقلنا بأن أعظم ما يترجم به أن الزهري نفسه أن الزهري نفسه قال عن شيخي ما جلست لأحد إلا استوعبت ما عنده من العلم، صائقة في الحفظ، إلا عبيد الله بن عبد الله، لأنه كان محدثا فقيها، فكان له ما له من يعني من الإتقان بمكانه من العلم بمكان، فقال ما جلسته مرة إلا استحدثت علما، يعني استفدت علما منه، وهو كان من الفقهاء السبعة ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كفى النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه عنقه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، روى له الجماعة، وهو من العبادلة الأربعة. من العبادلة الأربعة؟ صومالي، لا تقول لي الآن أنك مريض. من العبادلة الأربعة؟ ضابط العبادلة الأربعة، لا تذكرهم لكن اعطيني ضابط العبادلة الأربعة. اصبر يا هولندي، شوف أنا أقول له الضابط شو خالف تعرف طاع حسين، قلت لك أعطيني الضابط لا تعطيني الأسماء، تريد تعطي الأسماء أعطي الأسماء، خلاص الأسماء اسم طارق، من هو طارق الآن؟ طارق ليس مش مكتوب في الجامعة أنه محامي الصومالي، المعلومة لما تيجي أستاذ ما تعطينا بالجامعة كده تطير الآن، ائتي بما شئت أنت. طب ما الضابط في العبادلة؟ والله طب هات ما عندك الآن من الأسماء ما تستحضرهم. عبد الله بن عمر، نعم صحيح والله. طب أحل، لا أنا لا أحال عليه، ما أقبل إحالة من أي أحد. لا عبد الله بن عمر خلاص انتهى منه، عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الثاني، نعم عبد الله بن زبير الثالث، ما نحن بصدده الآن، عبد الله بن عباس. إذا ضابط العبادين الأربعة إيش؟ هولندي، كلهم صغار احتاج لهم التابعون، احتاج لعلمهم بذلك، نعم روى له الجماعة. وطال عمرهم فاحتاج عليهم الناس، طال عمرهم فاحتاج عليهم الناس. تفضل. عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. نعم طيب جزاك الله خيرا. أما بالنسبة لختام الباب في الكلام على كتابة العلم وأنه جائزة، وبيانا قبل ذلك فإن سلم نهى عن كتابة العلم، وهذا كان في بادئ الأمر حتى لا يختلط الحديث به بالقرآن، ولما أمنوا ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة كما قال اكتبوا لأبي شات أو اكتبوا لفلان. طيب هنا الحديث الذي نختم به الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا، وهذه فيها مسائل. المسألة الأولى يجوز للمرء أن يمدح نفسه أو يذكر بما فيه المدح لنفسه ويراقب قلبه بينه وبين الله لا فعلاه، فله وجهان في هذا الباب، أن يقول بذلك خبرا على محض فضل الله عليه، شكرا لله، قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون، قال وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا من باب التحديث بنعمة الله جل في علا، وهو يقول بذلك لأمرين. الأمر الأول بيان فضل الله عليه شكرا لله، لأنه الشكر لابد أن يكون كما قلنا بجوارح ثلاثة، الشكر لابد أن يكون باللسان وبالقلب وبالقلب، صحيح؟ باللسان وبالقلب وبالجوارح، صحيح؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. طيب فهو الآن بلسانه يذكر ما أنعم الله عليه بأنه أكثر الناس
تحديدا. والامر الثاني المهم جدا، لابد ان يظهر علمه لان الناس احوج ما يكون الى العالم، لابد ان يظهر انه العالم الذي يرجع اليه، ثم يراقب قلبه بينه وبين الله لهذا النفع للامه. مساله هو ان كان مرائيا او غير مرائيا، النفع له ذاتي او الذم له ذاتي او المفسده ترجع اليه ذاتيا، لكن عند النفع فهو الامه باسرها تستقبل هذا العلم، فلابد ان يقول انا العالم. وكما قال البخاري لابد لكل عالم ان يظهر نفسه، لكنه قال لابد ان يعتني بقرونه، لانه النطح لابد ان يكون النطح يعلم النطح. ديك شايف الزمانات التي نحن فيها الان، نطح لا نطح بعده. وقال وهذا كان من داب الصحابه، لذلك قال ابن عمر لما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى قارنا، قالوا انس يقول لبى ابن عمر يقول لبى مفردا، ابن عمر يقول بذلك، انس يقول لبى قارنا، فقال من وما انس؟ انس كان له ذؤابه يدخل على النساء يعني فضلة، يعني وهي تلبس بمهلة البيت، يعني كان صغيرا. وأنا أحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب قال ذلك، قال تقارنوني برجل أعرابي بوال على عقبيه. فهو يبين علمه، لا يعلم الناس أنه أحد الناس العلم، أنه أتقن ولابد أن يرجع عليه في هذه المسألة. خذ الأكثر من ذلك، عائشة لما رجعوا إليها في مسألة الذي يجامع فيكسل ماذا قالت؟ قالت على الخبير سقط. فلابد من إظهار علم، فلذلك قال أنا أكثر الناس حديثا عن النبي، وحق له أن يقول بذلك. إذا قلنا المستشرقون لم يضربوا أحدا مثل ما ضربوا في أبي هريرة، لأن السنة قوام السنة عند أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب ولا أكتب. هو الآن لم يجزم بأن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر منه حديثا، لكن هو قال كان يكتب وأنا لا، يعتمد فقط على الحفظ. والحق بأن الله تعالى قد قدم عبد الله بن قد قدم أبا هريرة على عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حقا أكثر منه حديثا. دعنا بقى الآن من الكتابة أو غير الكتابة، هو أكثر منه حديثا، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء لأمور. الأمر الأول لشدة ملازمة، ممتاز أنا صبت الباب بها، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة فيحفظ ولا ينسى، لأنه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يحفظ منه شيء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له. قال فما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا الا وعاه قلبي استوعبه، ما نسيه بعد ذلك لما ضم ثوبه، وقال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حديثا الا قد استوعبه وعاه قلبي، فكان يحفظ ولا ينسى. وهذه بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني شده كثره الملازمه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما كان ياتي بالحديث قالوا اكثر علينا ابو هريره، قالوا اكثر ابو هريره، واخواننا من المهاجرين انشغلوا بالصفق، واخواننا من الانصار انشغلوا بالزرع، واما ابو هريره فلازم هذه الاصل، لازم رسول الله على شبع بطنه، الملازمه شده الحرص والتحري. والامر الثالث ايضا في هذا الباب هو شده الحرص، يعني ليست ملازمه فقط، ممكن ان يكون ملازما وليس حريصا. كيف ذلك؟ بركه، وياتي بركه وهو يريد أن يقول من قوله سلم هؤلاء القوم لا يشقى بهم ولا يحرص، لا يراجع، لا يكتب، لا يستنسخ، لا يذاكر، لا يسأل، فهو فقط يقول أنا تشملني الرحمة معهم وكفى، أحب الصالحين، وهو إن شاء الله يكون سيدهم. لكن أقصد أنه ليست عنده الحرص في مسائل العلم، لا تراه منتبها، لا تراه كاتبا للفرائض والفوائد، لا تراه يراجع يذاكر. لكن أبا هريرة كان حريصا جدا، والدلالة على ذلك من الحرص، طبعا الحرص يظهر في هذا السؤال والجواب، وأيضا السماع والاستماع، وأيضا الانتباه عند المحاضرة، هذا الحرص. والحرص ظهر على أبي هريرة عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أسعد الناس بشفاعتك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ظننت أحدا أول منك يسألني عن ذلك. وهذه شدة حرص. يبقى إذن الثالثة كانت لشدة حرص من؟ لشدة حرص أبي هريرة. الرابعة المهمة جدا يا طلبة العلم، وأنا أهيب بكم بذلك، التمرس في الطلب. دعك من الهواء، إحنا نريد احتراف العلم. التمرس في الطلب، وما معنى التمرس في الطلب؟ بعدما تتعلم تعلم، تعمل وتعلم، هاتف العلم العمل فإن أجاب ألا ارتحت، ثم تكون ربانيا تعلم. التمرس. ولذلك أبو هريرة أكثر من عقد مجالس التحديث، شغل حتى لما صار أمير المؤمنين، أمير المدينة، عقد مجالس التحديث، وكان في الطرقات يحدث حديثا وسلم.
عندما قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جدار فوقفوا ينتبهون وكأنهم يعرضون عنه. قال أما أمالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم، لأرمين بالسنة أو لأرمين بالإيش بالخشبة، صحيح ولا لا؟ فهذا حتى وهو أمير المدينة كان يعقد، ما شغلته السلطة عن عقد مجالس التحديث، وكثرت عقد مجالس التحديث ينتشر تنتشر السنة على لسان ذلك. أكثر من نترد عنه في الأحاديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. زكاة العلم. ها، وهذه زكاة العلم حقا والله، تثبت وتزكو وتنمو ويرتقي المرء لها، بل يكتب في أهل السماء أنه إيش عظيم. ذلك العلماء يقولون من تعلم فتعبد وعلم كتب بين أهل السماء عظيما، كتب بين أهل السماء عظيما. وهذا كان فعل أبي هريرة رضي الله عنه، ما شغلته السلطة عن عقد المجالس، وكان يعقد ويحدث الأحاديث ولا تركها، وكانت المذاكرة دأبه. لذلك كان يدخل ابن عباس يذاكره، لما دخل ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار، قال انتبه يا أبا هريرة، إذا ستأمرنا بعد ذلك أن نتوضأ من إيش؟ من الحميم، الماء الساخن. قال يا ابن أخي، شوف التعليم من؟ لمن؟ ابن عباس، البحر الحبر. قال يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، ليس لك إلا أن تقول سمعت وأطعت والانقياد التام. فكان عقد المذاكرة، ومعه أبو سلمة عندما عقدوا المذاكرة والمناظرة بينه وابن عباس على مسألة المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها، ما عدتها؟ قال ابن عباس أبعد الأجلين للآيتين، آية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، قاله متوفى عن زوجها 14 و10. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، فعمل بالتوفيق بين الآيتين. فقال أبو هريرة، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال لا، هي بالوضع، عدتها الوضع. فقال أبو هريرة وأنا مع ابن أخي، فبعثوا بعد المناظرة إلى أم سلمة فحدثتهم بحديث سبيعة الأسلمية أن سلمة قال لها بعدما وضعت، قال لها تحللت للخطب. فلذلك تقدم أبو هريرة. أما عبد الله بن عمرو بن العاص لما لم ينتشر حديثه؟ لأمور. الأمر الأول، قد انشغل عن العلم بالعبادة، هو في خير لكنه فوت الأولى. صراحة استغفر الله، لا يقال على الصحابة أنه مغبون في شيء، لا، لكن أنا أقول بالقاعدة العامة، من شغلته العبادة عن العلم فهو مغبون، مغبون، لأن العلم عبادة وزيادة. ولذلك الإمام مالك قال لا تأخذ العلم، سيأتي في الشرح والتعديل، لا تأخذ العلم من أربعة، قال منهم رجل شغلته عبادته عن العلم، رجل شغلته عبادته عن العلم، هذا لا تأخذ منه علمه، لأنه جالس في الليل وبعد ذلك حدثنا ينسى، انتهى الموضوع، هو ما عنده يعني ما انشغل إلا لكن كان شغل شاغل للمحدثين إيش؟ العلم. يعني الناس كلها تقوم الليل، والزهري بالليل يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني فلان، ويقيم الجارية قومي حدثني فلان عن فلان، وهي تقول لمالي ولفلان اتق الله فيا دعني أنام، يقول حدثنا فلان عن فلان. هذه عبادته. فلذلك قال العلماء إن العلم في ذاته، تعلم العلم في ذاته عبادة، في ذاته، وتعليمه صدقة متعدية في هذا الباب. فشغلته عبادته عن العلم. وانت ترى انه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ويصوم النهار، حتى منع النبي صلى الله عليه وسلم وجعله يصوم يوما ويفطر يوما، صحيح، وقال له ان قراءه القران اقل ما يمكن ان يختم فيه القران ثلاثه ايام. فشغلته العباده العلم. الثاني انه ما كان يعقد مجالس التحديث كثيرا، ما كان ينشر علمه، ولذلك العالم الذي يقف علمه عنده هذا مغبون ايضا. الدرجات قد نزل درجات، لابد أن يحدث الشجر والحجر والله يبلغ عنه. يعني هو لو في مكان أصم يحدث الحجر والشجر ويقول للحجر أنت ستشهد لي يوم القيامة، أنا بلغت وسيبلغ، وأنا والله هذا حق. الحجر والشجر مع الموحدين، إلا شجرة واحدة، الغرغط، هذه الشجرة اليهودية. فمعك. وأيضا من الأمور أن عبد الله بن عمرو العاص انشغل بزاملتين من أهل الكتاب، انشغل بهما في أحكام أهل الكتاب، فانفض الناس عن مجالسه، لأنه شوف لما ترك السنة وأخذ بزامرتي أهل الكتاب لم يأخذوا منه الحديث، يخشى كل واحد منهم أن يكون هذه إسرائيليات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمر ووجد في يده الصحيفة، صحيفة التوراة، ماذا قال؟ أقال راضيا أم مغضبا؟
منكرا مغضبا منكرا قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيدي لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ما وسعه إلا أن يتبعني. فهو انشغل بهذه، فلما انشغل بهذه قال العلماء لم يكسر حديثه ولم يأخذ الناس على عن حديث هذه المفارقات بين أبي هريرة وبين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه. والله كتب لأبي هريرة في السماء اسمه الآن يترد عنه الجميع، ما إلى آخر الزمان يتردون عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. تبقى لنا مسألة من هذه المسائل، وهو في قوله لما تبعه همام عن أبي هريرة أنه قال كان يكتب ولا أكتب. وقد ورد أنه لما تولى إمارة المدينة دخل عليه المحدثون أو طلبة الحديث فأخرج لهم كتابا من كتبه من كتب أبي هريرة، ففيها دلالة أنه كان قد كتب، صحيح ولا لا؟ ولذلك العلماء يقولون هل هذه مخالفة لحديثي كان يكتب ولا أكتب؟ قلنا لا، الأصل النفي، الأصل أن أبي هريرة كان يعتمد على الحفظ ولا يتنافى بعد الحفظ الذي أوتاه بأن يكتب أو كتب لغير أو قل بعدما حدث في مجلس التحديث وكانت الطلبة تجلس أمام هريرة يكتبون وأعطوه الكتاب يختمه، أن هذا ليس فيه من الوهم من شيء، صحيح ولا لا؟ فيكون هذا الكتاب إما كتبه وهذا لا يتنافى أنه ما كان يكتب أولا وكتب مؤخرا، وإما أن يكون مكتوبا له، وإما أنه كتب الإيش لغيره، فلا تنافي بين الكلام على أنه ما كان يكتب وكان ابن عمرو بن العاص يكتب. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث فضل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثانية فضل العلم على العبادة، بل العلم عبادة وزيادة، مغبون من لم يعرف ذلك. فضل العلم على العبادة، بل العلم عبادة وزيادة. الفائدة الثالثة فضل الكتابة، مع أننا الآن نفضل بين الحفظ والكتابة، لكن الحق فضل الكتابة. من وين بقى الاستنباط هذا؟ هذا الشاهد، أنا أريد وجه الدلالة. عارف ليش؟ عشان أنت حاطط رجل على رجل بتشرب القهوة وبتأتي مرة وألف لأ وتجلس هكذا يعني فريحي كما يقولون مرحرح، ولو استمر الأمر معك لا سيما وأنت تنشغل بعلم الرجال اتق الله ربك، لابد أن تثقل علمك. تفهم ولا ما تفهم؟ إذا لا توجد دلالة أنت أضبط الكتاب، لا وجد دلالة استثناء، ليست الاستثناء ما حسن نظر أكثر حديثا مني إلا أيوة الآن ممتاز، ائتي بها الآن. ما أنت أيضا إلا هذه وجه شاهد، أريد وجه الدلالة. يعني عبد الله تفضيل أبي هريرة لعبد الله على نفسه، كنت ستقول هذا الذي نريده. أبو هريرة ظنا منه فضل عبد الله بن عمرو العاص على نفسه، هذا يبين لك فضل الكتاب. وذلك ابن الجوزي قال العلم إيش؟ صيد، والكتابة قيد. خلاص قيد صيدك بهذا الباب. هذا الفائدة الثالثة يشير إليها بأن الوقت قد أزف والحديث ها سؤال، وأنا أريد الحديث صراحة، الحديث مهم جدا، حديث عمر الخطاب، لا سيما أن الروافض يطيرون به بأن النسام قال اتوني بكتاب أكتب لكم، لا ناس أعجل، لأن الكتاب ليس خسئوا، ليس كتاب على ما قالوا، وأنها وصية لعلم أبي طالب، خسئوا ثم خسئوا وعليهم من الله ما يستحقون، أعداء الإسلام وليسوا من الإسلام بشيء. الروافض الذين يسبون عائشة وأبا بكر وعمر ليسوا لا، هذا إسلامهم ليس كإسلامنا. الذين يقولون بأن القرآن هذا غير مكتمل، هذا سوس القرآن، يكذبون الله تصريحا، والله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له الكتاب حقا هو الكتاب لأبي بكر، كتاب كانت الوصية يكتب فيها وصية لأبي بكر. والدلاء على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال عائشة ائتني أكتب كتابا، ثم قال لا 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 يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، ذاك وقال قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول قائل ولا يتمنى متمني يقول أنا أولى من أبي بكر، ثم قال وهذا وحي، ما الذي منعه؟ الوحي. ثم قال لا لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، مفهوم؟
طيب يعني لو في اي اسئله تفضلوا ان شاء الله تلاقيها، لان هي كلام ابن عباس ان الرزيه كل الرزيه هي المشكله، هي المشكله في هذا. من يعني من حال بين بين رسول الله وبين وبين الكتاب، هذه ان شاء الله نراها في الدرس القادم باذن الله. لو في اسئله تفضل. تفضل يا شيخ فهد تحت امرك. عبد الله بن عمرو العاص ماله؟ راح لمصر، ذهب الى مصر وبقى في مكه، فمكه كانت مكان وبقى ايش يقول؟ انت تقول لماذا لم ينتشر حديثه؟ نعم، لانه ترك المدينه ومكه، وكان العلم اساطا في هذا الزمان المدينه ومكه، لكن بعدما اعمرها وبنى عمرو بن العاص الفسطاط امتلأت به العلم. مالك يا رجل؟ مصر تقدمت تقدما هائلا في العلم وادها، انت تريد تجعلها مع الموتى؟ جزاك الله خير، هذا هو. نعم، هل اللغة اصطلاح او وضع؟ ده سؤال مطروح عند الاصوليين. نعم، لحظة، بالنسبة للغة العربية اقول سؤال وجيه جدا، احنا تكلمنا على ان في خلاف اصولي بين العلماء، هل اللغة العربية على الاصطلاح الاشعار والاباء وهؤلاء العرب تأخذ منهم فعلى الاصطلاح ام على الوضع؟ أنا أدين الله نعلم الوضع، وهذا راجح عند المحققين في أهل الأصول، بأن اللغة على الوضع، وضعها الله جل في علاه. الأستاذ طارق يقول هل المسألة على جميع اللغات أم على اللغة العربية الذي أدين الله به أنها على اللغة العربية فقط؟ بهذا نستدل على أن اللغة اللي كان يتكلم بها آدم عليه السلام هي العربية. أنا ما عندي دليل في ذلك، وطبعاً أصلاً هم يتمسكون باللغة العربية، يقولون النبي عربي ويتكلم بالعربية، وأهل الجنة يتكلمون العربية، وأحاديث موضوعة كلها أحاديث ليست صحيحة، فلا أعرف شيئاً عن هذا الباب. نعم، ممكن يقال بذلك. ممتاز، ماشي، أنا يعني هذا باللزوم، لكن الأصل لم يأتي، فأنا أقف عنده. يرحمكم الله. في أي سؤال آخر؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزيتم الجنة حيث غدا إن شاء الله.